على ارض نادي الهومتمل. بلاي اوف صغير نكال، الريجولر سيزون خلص، الريجولر سيزون دائما الفرقه بتقول في بكره، في بعد بكره، في نيكست جيم. بالبلاي اوف خلص يعني كل جيم مثل جول، يعني مثل عم تلعب سكر واخذت جول. احنا لقلنا سيزون لهلا عاملين سيزون كثير منيح. اذا بتقارني نحن شو صار فين باقي الفرق، شو صار فين نحن مثل كانك بطل لبنان. يعني اول شيء الفريق اول سنه بالدرجه الاولى، ف ما بدنا نطلع طالعين وعارفين نحن حدودنا وعارفين شو قدرتنا. هلا اكيد كيف ما انا قلت قبل برجع بقولها، يعني توصل على الفاينل 8 اتس ديفرنت جيم. اليوم البطوله رجعت على الصفر، اذا كمان بتخيريني مين بدي العب، انا بالمحل اللي بدي اكون فيه يعني بفضل العب اليوم بعمشيت من ما العب بالمناره ام بغزير. فريقنا نحن يعني عارفين حالنا وين نحن. حلو واحد يحلم بس بيكون واقعي كمان. فريق عمشيت فريق كتير قوي، ونحن التارجت تبعنا انه بدنا نعمل جود جيم معهم. اذا قدرنا نمشي معهم ونربح جيم يعطينا كونفيدنس، بس لهلا نحن بنعتبر حالنا عاملين نتيجه كتير كبيره. بتامل انه يربح عمشيت، قد ايه النتيجه ما بعرف. I don't know عمشيت it's only one team with who we don't match. Definition of team it's not something but it's good for us. But I say to my guys, if we reach until here, we take position 6 in regular championship, we need to fight. And of course they are better, they are favorite, they have very good group foreigner, they have best player ever in the Lebanon, Fadi Hatib. So we hope we will have bad day, they will have bad day, and we hope we will do something. أول 10 دقائق كانت حماسية، وبعد ما تقدم الهومنتمن تمكن فادي الخطيب ورفاقه من قلب النتيجة لصالحهم وانهاء الربع الاول بفارق 9 نقاط وبنتيجة 29-20. بالربع الثاني بدأت الأمور تتغير بنادي الهومنتمن، والتبديلات اللي أجراها المدرب أعطت دفع للفريق ومكنته من تقليص الفارق إلى 3 نقاط وإنهاء الربع بنتيجة 46-43 لصالح عمشيت. أول سنة بالربع الثالث تعدلت النتيجة لصالح الهومنتمن وأعطت معنويات للفريق وقدروا أنه يتقدموا ببعض الأحيان، إنما عن صافرة نهاية الربع كانت الأرقام متعادلة 68-68. الربع الرابع كان حماسي جدا، قدم من خلاله الفريقين مجهود كبير، انما لاعبي عمشيت كانوا مصرين على الفوز، وكان نجم جيريمايا ماسي افضل مسجل باللقاء ب 28 نقطه، وحسموا المباراه بفارق 4 نقاط وبنتيجه نهائيه 92-88 ليتقدم عمشيت بالسلسله 1-0. ومنذكر انه عند نهايه اللقاء حصل اشكال بين لاعبي الفريقين تطور لتضارب بالايادي. يعني اكيد هالمشاهد نتمنى ما نشوفها ابدا ابدا بملاعبنا. على كل الاحوال عرفنا الامور سويت ورح نحاول نضوي اكثر على هالشيء، ورح يكون معنا باتصال مع جي مانو كيان. جي مساء الخير. مساء الخير غياث، كيفك؟ أنا بسميك دينامو فريق الهومنتمن، بالفعل دينامو بكل معنى الكلمة، عملتوا إنجاز كبير بالرتور، عملتوا مباراة كبيرة كمان أمام نادي عمشيت وخسرتوها بفارق 4 نقاط، بس يا ريت حطنا بالجو، شو صار بالثواني الأخيرة لصار هالإشكال يلي ما بنتمنى نشوفه أبداً بملعبنا؟ بتصير يعني غياث، تعرف يعني بكل المتوشة وقتها يكونوا متوشة على قد مهمة، وبتعرف البلاي أوف غير بطولة. أكيد. وأكيد يعني صار في سوء تفاهم صغير بنش نادي تبع الهومنتمن، وكلنا شوي انفعلنا بلكي على التايم أوت اللي أخذ الكوتش غسان آخر 4 ثواني، بالرغم إنه كنا رايحين نحن على إنه نهني
بس لفسر 100% 100% بحق له. فسر لي اياها كوتش غسان عشيه وقتها حكيني اوكي وفسر لي يعني انا كوتش غسان بعتبره مثل خي كبير لإلي اوكي. ونحن ونادي عمشيت خاصة دكتور شربل وانا بتربطنا علاقة مميزة ونادي لومنتمان ونادي عمشيت كمان يعني مثل ما علاقتنا مع كل النوادي هي علاقة ممتازة. على كل حال الكوتش غسان سركيس معنا كمان على الخط وعم يسمعك جي تفضل. ايه تفضل تفضل جي. ايه يعني صار اشكال صغير بيصير مثل اي مباراة وهيدا بركي شوي يعني الحماس الزايد اللي بيصير بالبلاي اوف. بس اكيد يعني الليله كمان عنا اجتماع بين اداريه نادي الهومنتمان ونادي عمشيت حلو كمان لنفرجي للكل انه المشاكل بتصير بالباسكت بول عادي مثل كل مطوشه. بس ثاني نهار نرجع بنبلش نحضر حالنا لجيم 2. الجيم 2 كيف رح تستقبلوا فيه نادي عمشيت ومتوقع انه السيريه تتعادل 1-1؟ اكيد هذا الشيء بتتمنوا انتم. ليك انا من بعد جيم 1 نحن صرنا عنا قناعه انه بالرغم من انه فريق عمشيت على الورقه والقلم يعني فريق اهم منا بكثير وفريق متحضر كثير منيح، بس نحن كمان فريق بالرغم من صغر ميزانيتنا ومن صغر عمر لاعبتنا من عدا جو فوغل اكيد فينا نعمل فينا نربح اي فريق بالبطوله مش بس فريق عمشيت. فمتحضرين وان شاء الله خير. اهم شيء نادي عمشيت لازم يعرف انه هو جاي على بيته ونادي الهومنتمان هو بيت ثاني لكل الانديه بلبنان مش بس لنادي عمشيت. لا شك. على كل حال جيب بدي اشكرك وبالفعل فرجيتوا قد ايه هالجمهور ولما تستقبلوا المباريات على ارضكم قد ايه الجو بيكون حلو. ونحن كمان كال بي سي بنكون مبسوطين لما نكون طالعين بدء المباشر من ملعبكم مثل ما رح نكون يوم الجمعه المقبل الساعه 6. كوتش غسان مساء الخير حبيبي يا رياض كيفك؟ نشكر الله. كوتش يعني الاشكال يلي صار بمباراة فسر وجيه ظهر الامور سويت، بس يا ريت تفسر لنا التايم اوت يلي صار يلي هو اكيد مبرر بتصور لاي مدرب يطلب تايم اوت بعد في 4 نقاط وعندك حوالي 4 ثواني 4.8 مثل ما عرفت. يعني تقريبا 5 ثواني رياض والجيم وازنت سيف، يعني انت بتعرف انا شغلتي ككوتش انه وصل الجيم لشط الامان يعني لا يخلص. خاصة بدنا نقول شغلة كوتش معلي بدي أقاطعك إنه الطابة لازم إذا بتطلب تايم أوت بتاخذها بترجع من نص الملعب هيك بتكون يعني أقرب من الخطر عن سلتي. نعم. بس ما هذا هو يعني أنا بالنسبة لي الجيم كان كتير صعب كان كتير كومبليكيتد الجيم يعني نعم. عرفت وأخذت التايم أوت لأسباب فنية. هلا بعض الأشخاص اعتبروه استفزاز يعني أنا أول شيء مني بوضع لاستفز نادي بالنسبة لي ما عنده إلا كل الاحترام يعني نادي الهومنت من نادي ممتاز جدا جمهور الهومنت من بقلبي من هنه وبالدرجة الثانية وأنا مبسوط فيهم وبنتيجهم وبجمهورهم ورحت حضرت لهم جيم الجيم الوحيد يمكن يلي حضرته غير لجيمز الشانفيل هالسنة بالملعب هو جيم للهومنت من هيك لفرجيهم سبورت لأنه بالفعل بيستاهلوا كل الدعم فما كان في أبدا نية للاستفزاز. نعم. اتصلت من بعد الجيم بجي اللي هو مثل ما قال لك مثل خي صغير لإلي وشرحت له الوضع لحتى ما يكون في تشنج. اتصلت فيه بذات الليله وهو حكاني كلام كثير بوزيتيف. ما في اي مجال للاصطياد بالماء العكر بيني وبين هومنتمن يعني. كوتش المباراه الثانيه بملعب هومنتمن كيف بتشوفها من الناحيه الفنيه؟ قد ايه رح تكون صعبه على نادي عمشيت يلي فاز على ارضه بفارق 4 نقاط؟ شوف صرنا لاعبين 3 جيمز مع الهومنتمن هالسنه 3 جيمز ربحانين بس الهومنتمن فريق عنيد وصعب وعم يلعب كثير منيح يعني بسجله في فوز على الرياضي في فوز على الحكمه في مباراتين معنا قريبين جدا كانوا واحد عم يلعبهم واحد عم يلعبنا ف انت عم تحكي بلاي اوف يعني شفنا امبارح شانفيل غلب الرياضي وشفنا يعني امبارح مباراة كمان حلوة ومتكافئة بين بيبلوس يعني ومتحد. البلاي اوف غير جو غير فروم زيرو على طول ببلش كوتش بعيدا عن البلاي اوف وبعيدا عن بطولة لبنان وبسرعة بدي اسألك سؤال هل غسان سركيس رح يكون هو مدرب منتخب لبنان؟ ولا انا بيشرفني هذا الوضع يا غياس هيك يعني اتصل فيه عدة مرات السيد وليد نصار رئيس الاتحاد وقال لي انه انا بدي اياك، انا مستعد بس اكيد في برنامج بدي امشي عليه يعني مش هيك على العمياني ما بحب اخذ الامور على العمياني. في برنامج لانه اليوم المنتخب بحاجه لنظره شوي طويله الامد لانه كلنا بنعرف انه في لاعبين وصلوا على عمر معين صار لازم نستبدلهم، صار لازم نعمل يعني خلطه جديده لحتى يكون عندك فريق قوي يقدر ينافس بتصفيات ببطوله العالم 2018 اللي بتاهل لبطوله العالم.
فاذا بينجذب بيتقبلوا البرنامج تبعي انا فخر كثير كبير لي انه يكون على راس جهاز الفني للمنتخب، واذا لا المدرب اللي بيجي نحن بنكون وراء لانه بالنهايه هذه لعبتنا ونحن بدنا نصلحها. وبدي حي ضيفك كوتش كلمه لإلي ستيفان، شو بتحب تقول له بما انه اليوم ضيفنا بانسايد جيم؟ والله إلي قلت حكيت كثير عنه من 10 سنين لليوم وبحكي عن إلي، وبأول الموسم شرحت كثير اشياء بلايف انترفيوز معك عن إلي. إلي بكبر القلب، بدي اقول له انه يضل هيك بهالتصميم وبهال الاراده وبهالتمرين، لانه بالفعل إلي عم يطلع نجمه كثير ومكسب كثير كبير لنادي الحكمه وللباسكتبول ولمنتخب لبنان، خاصه اذا كنت انا رئيس الجهاز الفني فيه. بدي اشكرك اكيد كوتش غسان سركيس، اكيد بنلتقى فيكم نادي عمشيت وهومنت من يوم الجمعه الساعه 6.